السؤال اللي بعد كده. استاذ احمد معانا. استاذ احمد. ايوه يا فندم. اتفضل استاذ احمد. عليكم السلام عليكم. ازيك يا دكتور عمرو؟ نعم وفضل الحمد لله، ربنا يرفع عمرك. معلش انا عندي سؤالين كده. اتفضل يا فندم. انت دلوقتي انا شغال مدرس لغه عربيه. بس دلوقتي انا بدي درس في الدراسه عادي، بس مش بالعافيه الحمد لله، بدي درس كده عادي. تمام. دلوقتي في الدور الثاني والملاحق انا مش عارف، مستحرم الفلوس، يعني مثلا الاولياء الامور بيدوا عايزين يدوا دروس للاولاد عشان ينجحوا. انا مش عارف. انت في النقل بقى، انت بتتكلم على النقل. في النقل. اعدادي يا فندم. بتتكلم في النقل اعدادي. بص يا سيدي، عشان بس نكون واضحين، احنا اصلا مسائل الاماكن اللي فيها فصول تقويه والكلام اللي زي ده احنا الدوله مجرمه، فاذا كنت بتعمل في ده فما تعملش في ده. اما اذا كنت بتعمل الكلام ده وانت مش هتسرب الامتحانات ومش هتعمل الكلام ده، فاصلا الدروس، دروس التقويه ودروس الخصوصيه دي دلوقتي ممنوعه، لان خلاص كل ده بتتيحه الدوله لده. فاذا تمام. كنا بنبعد الكلام ده بعيد تماما 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 عن ان يحصل فيه اي نوع من انواع الغش، اهلا وسهلا. حاسس ان انت اوعى تعمل اي حاجه فيها غش، ودوت هيوقعنا في الحرم، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال من غشنا فليس منا لم يكن يتكلم على الغاش، وكان يتكلم كمان على الشخص اللي بيساعد على الغش. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، سؤال ثاني حضرتك. انا بصلي لزوجتي في البيت امام. بتصلي ورايا واتعودت على كده من فتره طويله جدا. انا على فكره انا خطيب جمعه، انا خطيب مسجد بخطب الجمعه. لكن معظم اوقاتي بصليها في البيت امام بزوجتي. بتحب بتصلي وحدها؟ اتفضل. ويعني اخر سؤال وخلاص على كده. ايوه ما انا سامع السؤال. ايه السؤال؟ بتقول لي هل يجوز ليا اللي انا بعمله ده ان انا اصلي بزوجتي جماعه في البيت؟ يجوز. ولك ثواب ثواب الجماعه. بس خليني اقول لك حاجه عشان نوضح. انت ليك ثواب الجماعه، بس لازم نعرف ان صلاه الفرض يفوقها صلاه الجماعه ب 27 درجه في مثلي. يعني تمام. انت لو صليت وحدك في البيت صلاتك في البيت جماعه بتفوق صلاتك في البيت فرض ب 27 درجه، كما انك انت لو صليت في المسجد فرض وصليت في المسجد جماعه، لو صليت جماعه بتفوقه 27 درجه لصلاتك في الجامع في المسجد فردا. واضح المساله؟ فهل ده يحصل له ثواب الجماعه؟ نعم يحصل له ثواب الجماعه، وان شاء الله ربنا يتقبل منك. بس انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ احمد، انت شويه محتاج ان انت تخف من مساله جلد الذات والوسوسه. لازم تراعي دوت وتراجع نفسك في ده.